الحرف الثالث هو حرف ال سي. هنعمل 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هسيب واحدة ارتفاع، واللي بعدها على طول هعمل غرزة تزايد وهشوف اللي بعدها تزايد وحشو تزايد، افضل تزايد وحشو كده لحد اخر الدور. حشو تزايد تزايد حشو، وهينهي معايا بتزايد. الدور اللي بعده هطلع واحدة ارتفاع وهحسبها غرزة حشو، هعمل في اللي بعدها حشو تاني عشان يبقوا 2، وبعدين تزايد 2 حشو، 1 2 تزايد 1 2 تزايد 1 2 وآخر غرزة اللي هي بتاعة الارتفاع هعملها تزايد. هقص الخيط هنضب بس دول الأول اهي. ممكن نفس الطريقة دي لو احنا عايزين نعمل هلال رمضان ونعلقها على زينة مثلا في رمضان، هتبقى شكلها برضو حلو.